كنبغي نشكر قناة عبير على هاد اللقاء هذا. كنقدم لكم نفسي، معكم عمر الهلالي او عمار الهلالي كما كاين في لاكار ناسيونال، الحامل البطاقة الوطنية رقم 437-45. انا اب مريم الهلالي، الضحية ديال الخطأ الطبي في الولادة في مستشفى مولاي يوسف بمدينة الرباط. يعني ديت بنتي انا يا نهار 23 في شهر 2 2022 مع 11:30 ديال النهار، بقاو شادين حتى الجوج ديال الليل، اللي حتى البنت مشاو لها دقات القلب وجبدوها بشي طريقه ما عرفناهاش كيفاش، ما عرفناش شنو داروا ليها، داروا ضغطوا ليها راسها، وراسها دابا بقى صغير. يعني دابا البنت ديالي دابا حاليا ناعسه في السويسي. يعني الطباء اليوم قالوا لنا راه راسها في راسكم راه صغير، قلنا لحنا راه عارفين السبب ديالها، حنا راه عارفين بان احنا الاطباء قالوا لنا راه البنت راه الولاده ديالتها راه صعيبه، وراه واللي ريم بين بانهم تكرفصوا عليها في الولاده. كما قال لي البسيكولوج في السويسي، قال لي راه المشكل ديال البنت راه عندها تاخير في الولاده. يعني البنت انا فاش ديناها بقاو كيهملوا فيها تيهملوا فيها، حتى وصلت 12 ديال الليل تيقولوا، كتقول لهم المدام، كتقول لهاد الستاجيره اللي ولدتها، كتقول هنا فين انا باش عرفتها ستاجيره، كتقول لها الله يرحم ليك الوالدين ديني الفتيح، وهي تقول لها، قالت لها انت شافتك الطبيبه وغتولدي انت، قالت لها غير عادي، قالت لها ما غديريش حتى الغراس. يعني هنا يعني هذه ماشي طبيبه، يعني هذه ستاجيره، يعني تكرفصوا عليا على بنتي وجبدوها سخفانه زرقاء ما فيها ما يتشاف، صيفطوها مباشره للمستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط. يعني البنت من يدخلوها المستعجلات يعني في واحد الحاله زرقاء، يعني كلها اكسجين كلها تيوات، يعني داوها البي 5 الانعاش اللي نعسات فيه 23 يوم، والبنت كدير الكريزات في الانعاش، ويعني واحد الحاله يعني لا يرتاح لها. حتى نهار البنت خرجات، نهار خرجنا راه 15 في شهر 6 2022، عطاونا واحد البنت يعني ما تترضع، ما عندها صوت، يعني ما واحد الحاله يعني ما تتوصفش الاخوان. يعني اللي بغى يشوف التصاور ديال البنت ولا اللي بغى يشوف الفيديوهات ديالها يعني يشوفهم على الفيسبوك، يشوف على يدير فيسبوك يدير عمر الهلالي، البروفيل اللي كاين في الصوره كاين مصور انا وعصام الراقي اللاعب ديال كره القدم بطبيعه الحال اللي كلشي كيعرفوا، يعني مصور انا وياه في البروفيل. اللي بغى يشوف الفيديوهات ديال البنت كيفاش كتعاني من لاكريز، يعني لاكريز كيجيها الكريزات كيجوها عده انواع، واللي كثير بزاف هو ديسبازم اللي يعني عذبها من نهار 26 في نهار 26 في شهر 3 ديال 2023. يعني تجهد على من كملات 10 شهور، يعني تجهد على هذا الكريز ولا كيجيها متابع تيفيقها، كنت نعس 10 دقائق تيفيقها وكتبقى دير في هذا الكريز هذا. الكريز هذا يعني اللي بغى يشوف هذا يشوف الفيسبوك كما قلت لكم على الصفحه على الفيسبوك ديالي عمر الهلالي، تصويره في البروفيل مصور مع عصام الراقي، او اللي بغى يشوف اللي بغى يشوف في الواتساب 0641-56-77-01 نصيفط ليه الحاله ديال هذا البنت. يعني هاد البنت قالوا اطباء بان البنت خاصها تعالج على برا، يعني التشخيص ديالها هنا في المغرب شويه قليل، يعني البنت دابا كتغوت، دابا في السويسي دابا واقفين كيشوفوا مات اطباء تيتعجبوا تيقول لك هذه راه كاتبين لك بان هنا كما قالوا لنا صحاب الترويد وقالوا لنا الاطباء كيكون مزيوده ميته، يعني هنا شي حاجه اللي ما تدخلش العقل، البنت مزيوده ميته. كيفاش مزيوده ميته؟ كاتبين زادت ميته البنت، تزادت ميتة، يعني صافي، يعني هملوها وضغطوا لها الراس، يعني وركوا على الراس، يعني اللي بغى يشوف التصاور في الراس ديالها، وكاتبين لها بانها جات في واحد الحاله ما زرقاء، يعني جات في واحد الحاله سيئه، يعني واللي ريم بين لهم بانها راه تكرفصوا عليها في الولاده. يعني ما كاين حتى شي مسؤول اللي اتصل بيا. يعني دابا ملي كنبغي كي كتبغي تصلح شي مشكل عندك كتمشي شي اداره، كتخصك تشوف مع الراس
الرئيس ديالها. يعني اليوم انا عندي المشكل مع الدوله، يعني الدوله اليوم انا تنبغي نوجه الرساله ديالي لجلاله الملك محمد السادس نصره الله بالصفه ديالو رئيس ديال الدوله، يشوف هذه البنت هذه. يعني هذه البنت ما تتعش، هذه البنت ما تترقدش نهائيا، الليل كامل والبنت كتغوت، الليل كامل وهي كتغوت. الدوايات حنا ماشي ما مقصرينش من جهدنا، دير كل ما في جهدي، مسلف عليها، ما مخلي ما داير، عاطي على الشيك ضمان، ما مخلي ما داير انا على هذه البنت. ولكن البنت يعني تكرفسوا لي على في الولاده اللي في البيسانك ولا البتيكولوك، كيقول لي شوف البنت مع نساها، ولا الناس اللي كنا كنعرفوا تما في السويس يمشيو يشوفوها كيقول لك ما عندك هذه البنت. اخطر حاله، اخطر حاله اللي دازت في الفتره في البيسانك، يعني هي البنت ديالي مريم الهلالي، يعني اخطر حاله. كيقول زعما كيقول لي غير قول شوف كيفاش توصل لامها الميساج بان راه البنت ما غاتعيش. البنت دابا تتعاني وتنطلب من جلاله الملك بصفته رئيس الدوله يتدخل يشوف يامر بشي يفتح تحقيق لهذا الشيء، والبنت تمشي تعالج في فرنسا. يعني التشخيص ديالها راه التشخيص ديالها راه ضعيف، ما كاينش هنا في المغرب بزاف. يعني كان البنت شكروا لي واحد الطبيبه اللي كانت في تماره ودابا راه ولات حاليا في حي الرياض، اللي هي الطبيبه الاختصاصيه ديال هذا الشيء ديال الاطفال، هي الود غير فاطمه الزهراء، وكندير عندها الشبكه ديال البنت اللي عندها، يعني اللي عندها خارجه ديبلوم في فرنسا، يعني مخرجه ليا الدوايات ديباكين خرجت ليا الكوتريزون، يعني واحد الكينه اللي ما كان البنت ما كتقدرش تشربها. عاوتاني في الناس في الترويج شكروا ليا البروفيسوره والدكتوره المحترمه كريو اليمنى اللي كاينه في السويسي، خدينا موعد وجينا عند الدكتوره ودوزنا اللي حتى هي نفس الشيء، شافت هذا الشيء قالت زادتني واحد الكينه اخرى اللي هي توبيرمات، وقالت لي الكينه ديال الكورتريزون، قالت لي هذه راه قالت لي هذه نورمالمون خاصها توقف هذا الكريز، وهذا الكريز الاخوان ما بغاش يوقف. هذه البنت تغوت ليل ونهار وانا ما في جهديش، انا الاجر ديالي 3000 درهم تنكري منها ب 1500 درهم وتنصير 1500 درهم. دابا ولات عندي الترويد 2500 درهم 2000 درهم في الشهر، وعندي 600 درهم حليب، عاد خلي كل لوردونونس فيها 700 درهم 800 درهم. يعني هاد المستشفى ديال المولاي يوسف حملني شي حوايج اللي انا ما قادرش عليهم، يعني حرقوني، يعني عذبوا لي بنتي مرتي، مرضوها مرض نفساني، يعني عا كتبكي وانا مرضوني في عقلي، يعني تنشوف البنت ما تتحرك ما تدير حتى شي حاجه، البنت عا كتغوت ما كانتش حتى كترضع غير بواحد الطريقه غير الصبع الصغير اللي كتبقى تمصو وكنكبوا لها الحليب. هذه هي الطريقه باش عطاونا في السويسي واللي وراونا، ولا عطاونا التيو كثر الدعاء بالتيو. من بعد شهرين شهر سبعه عاد من بعد البنت ولات كترضع بشويه بشويه. يعني الحاله ديال البنت كنطلب من جلاله الملك يشوف في هذه الحاله هذه، يعني حاله يعني انسان ما عليه ما به، عايش حياه عاديه ما عديش وما خصنيش، يعني نورمال 3000 درهم غادي بها قسم اللي قد يدعي شي حاجه اللي تنديرها. ما تنقول الماطيشه غاليه، ما تنقول الدجاج غالي، قدرت على شي حاجه غنشريها، ما قدرتش عليها ما غنشريهاش. ولكن باش كيولي عندك واحد المريض ولا عندك واحد المرض اللي هو مستعصي ومرض خطير في الراس، يعني كنت كون غير هرسوها تهرس وركوا على راسها وهملوها، يعني مع من تشاوروا بعدا تعطوها انا للستاجيرات ولدها. وعندي وثيقه بان كتبين البنت راها غليظه ما خصهاش تولد بطريقه عاديه، يعني اللي دليت بها القضاء وانا متابعهم في المحكمه الاداريه. وتنبغي نشكر القضاء على التحقيق اللي فاتح، وتنبغي نشكر عاوتاني الاستاذه والمحاميه فاطمه الزهراء العروسي اللي وقفات معايا وبدون اي مقابل، وتنشكرها من هذا المنبر. هي محاميه اللي نزيهه وبزاف، تنبغي نشكرها جزيل الشكر وقفات معايا. يعني انا اليوم الاخوان يعني كنقول لهاد الناس يعني حرقوني في بنتي وحرقوني، وانا عقلي ما بقاش تنتحكم فيه، وليت كان خدمة ديالي خباز، وليت تندير نخدم نسالي الخدمه تنتفكر بانني ما درتش الخميره، يعني وليت صافي لعبوا لي هاد الناس لعبوا لي انا على عقلي، يعني ما بقاش تنتحكم في عقلي، وليت تنهضر بوحدي، وليت عقلي وليت يقول لي شي حوايج سير المولى يوسف تحرق فيه. ولكن انا دابا تنتسنى القضاء نشوفوا شنو غادي القضاء ينصفني، وتنتمنى من القضاء يطلبنا الخبره، لان البنت دابا حالتها غاديه وتتدهور، يعني ما عرفتش كيقولك راه ما غاتعيش. وهذا الشيء اللي تنقولوا القضاء يعني تينوب عليه
المستشفى مولاي يوسف تينو بعليه الوكيل القضائي ديال المملكه. انا كنبغي نقول هذا الوكيل القضائي الله يجازيك بخير جيب الحقيقه او دفع الخبره. يعني خاصنا نشوف البنت، انا خصني نعالج بنتي، انا بنتي خصني نعالجها، يعني تعطيني حق بنتي في اسرع وقت ندي بنتي لفرنسا تعالج. او يعني بنتي دابا خصها كرسي من دابا، يعني تعطلت على دابا انا بشهر ديال العجل، خصها كرسي. على سمحي قطعت على ذكر الكرسي، شحال تقول لك الكرسي الثمن؟ الكرسي اختي كيدير 18000 درهم، ومني قال لي راه قلتي لي غادي تعاونوا معك على المحسنين، قال لي نخلي لك ب 15000 درهم. ولحد الساعه يلاه كاين واحد المحسن ومازال، يعني خص شي حد اللي يعاوننا على هذا الكرسي، دير 15000 درهم باش تجلس فيه، حيت البنت ما كتجلس ما تتقلب ما والو، باش والبنت مكرفصها القبض، يعني الا ما فكيناهاش ما كتفكش، يعني القبض مكرفصها، يعني كنا في حياه الحمد لله ما عندناش كما كنقولوا ما خصناش، وحياه طبيعيه واختها كاري والحمد لله، يعني هذا الشيء حنا راضيين بالشيء اللي عطانا الله، ولكن باش دير مرتك تولد وتكرفصوا لك على البنت ويرسلوها مباشره للانعاش ويعطوك بنت ما تترضع مريضه في واحد الحاله لا يرتى لها، الليريم تيبينا تكرفسوا عليها، الاطباء تيشوفوا غير الكتاب ديالها صافي ما تيعاود تيقرا تيقول كوا، يعني تيتاسفوا لا من المختبرات ولا من الصيدليات ولا من الاطباء، وكيدعيوا على هذه المسخوطه هذه وعلى هذه الادميه، انا كنقول على ادميه، يعني انت كتشوفي في الكرش غليظه، يعني في المستشفى والمستوصف ديال الغابة اللي كاين في شارع المسيرة في القواص، يعني كاينين فيه طبيبات وقابلات يعني اللي في المستوى، يعني طبيبات اللي مولدات حقيقيات، يعني ديناها من شافوا قالت لا الكرش ديالها كبيرة ما قبلوهاش، قالت لها لا ما عندناش الإمكانيات، يعني كتشوف يعني مستوصف فيه طبيبات وما فيش إمكانيات، وكتشوف ثاني أكبر مستشفى في الرباط اللي هو مولاي يوسف عاد البناء ديالو مستشفى في المستوى، يعني وفيه الامكانيات وما فيهش طبيبات، يعني هنا باش كتعرف كاين خلل على مستوى وزاره الصحه، يعني باش الانسان اللي يكون عنده مشكل في الصحه، انا دائما ما كنت كنقدر هذه النعمه ديال الصحه والحمد لله اللي مازال تنقدرها، خصوصا على مستوى الصحه ديالي انا، تنقول يعني راه ما حد يفهم عندي صحتي راني غنبقى بخير عايش، يعني غنبقى بخير، يعني عارف ان الصحه ما كايناش، يعني عارف الصحه قليله في المغرب وعارف ما كاينش الاهتمام ديال الصحه، يعني هذا الشيء علاش دابا انا دابا البنت ما عندهاش تشخيص، ما عندهاش يعني دابا الدوايات، يعني الشيء اللي شربت البنت ديال الدوايات الاخوان والله ما كاين، انا نصور واحد التصويره وغنلوحها في الفيسبوك يشوف الناس كتصور الدواء شاربه على واحد ربعه المرات ولا خمسه المرات ما يناهز عن دي باكين شحال شاربه فيه، يعني الدواء خطير الاخوان، يعني بزاف هاد البنت، يعني المعده ديالتها والله وقتها تكون مع شنو بغات تكون هي تتقبل الدواية اللي تتشرب، وهذا الشيء اللي تنقول وتنتمنى من جلاله الملك محمد السادس يوصلوا هذا الفيديو هذا ويشوف هذه الحاله هذه.